نرجس يقف إلى جانبنا إيهاب الجاسر، وهو مصنع عطور وشخص ما شاء الله عليه، أتوقع أن نظرته غير نظرتنا في هالمصنع أو في هالمعرض. أنا أسميه مصنع، فعلا أشبه بمصنع فعلا. إيهاب مساء الورد. مساء النور، أهلا وسهلا. فعليا هو مصنع لكثير من العلامات التجارية الخليجية. اليوم المعارض وهذا المعرض تحديدا قاعد يطلق كثير من العلامات التجارية، وقاعد يعرف فيها الشارع السعودي من خلال تواجدهم في هذا المعرض. فأتفق معك يعني مجازيا صحيح. سلام نرجس. أنا أبغى أقول، ممكن نسأل إيهاب؟ أول حاجة إيهاب بالنسبة لي ملك العطور، لأنه ما شاء الله تبارك الله يعني ذويق، وما شاء الله واثق من المنتج حقه. ترى هو صاحب علامة تجارية، ولكن اليوم نتكلم عن أهمية وجود هذه المعارض بالنسبة لهم هم. أيوة بالنسبة لكم، مو بس بالنسبة للناس والزباين. اليوم يعني خلينا نتفق أنه في كثير من العلامات التجارية في مجالات الفاشن بشكل عام، العطور كانت أو غيرها، قاعد تنشأ من الخليج والسعودية بشكل خاص. فأصبحت هذا النوع من المعارض أصبح مهم جدا، بحيث أنه الناس تتعرف عليها من قرب، تحديدا العطور. العطور اليوم يعني تحتاج إلى جانب الحسي، أن الناس تتعرف عليها بشكل مباشر. فأتاحت أنا فرصة أنه نتواجد في هذه النوعية من المعارض، الناس تعرف العطور، تتعرف عليها، تتعرف على جودتها، بدل الأونلاين اللي متعودين عليه. فعلا الأونلاين اليوم، العطور الأونلاين شوية يعني بعض الناس ما تحتاج إلى فترة طويلة حتى تؤمن فيك، تجرب العطور مرة واثنين وناس كثير تنقل عنك، فمهمة كثير بالنسبة لنا هذا. يا سلام عليك. يضايقكم الناس اللي يجيبون أي زيت وكحول ويجيبون والله الكبس، آلة الكبس، والله هذا العطر الفلاني؟ أول حاجة هذا الشيء مو موجود في السوق السعودي. خلينا نعرف أن السوق السعودي اليوم فيه اشتراطات كبيرة، وهذا الشواذ مهمة، هذا الشواذ، هذول الناس مخالفين. اليوم السوق السعودي ما في عطر ينزل في هذا المعرض إلا مرخص من هيئة الدواء والغذاء، وهيئة الدواء والغذاء لا تقبل بأي عطر معبى إلا في مصنع مرخص. تأكيد مهم جدا من صانع عطور. يا سلام. لا هذا 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 شيء منتهي منه، خلصنا من هذا اللي خلطه وخلاص. لا هذا خلاص، هذا موضوع منتهي. حتى اليوم الكثير من المصانع تشتكي من موضوع عملية إتلاف الزيوت. هيئة الدواء والغذاء تفرض عليه يعني عمر معين للزيت، مجرد إلى فترة معينة لابد أنه تتلفه.